إثارة مستمرة مشاهدينا الكرام إذن، وتواصل في الانطلاقات، شوطا يتلوه الآخر. هكذا إذن ابتدأنا مسيرة جديدة وشوطا قويا آخر يأتي في برنامج أشواطنا لهذا المساء، والتي خصص لها 13 شوطا لسن الثنايا البكار والقعدان. ها هو الشوط الثالث ينطلق متابعينا الكرام، مخصص للثنايا البكار، ومسافته كما هو الحال مع الأشواط الماضية واللاحقة أيضا 5 كيلومترات. أبدأ مباشرة مع التزام من انطلقت في المركز الأول لهجن الشحانية، تعود ملكية التزام، بينما يضمرها حمد بن علي بن حلفان المري. أتابع المركز الثاني لأجد من تحتل المركز الثاني في هذه لحظات، الحليانة لهجن الشحانية، ويضمر الحليانة جابر بن سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث فأجد في زاهية من تحتل المركز الثالث أيضا لهجن الشحانية، ويضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أرى ومضة تحتل المركز الرابع، نعم هذه ومضة من تحتل المركز الرابع لهجن الشحانية، ويضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الخامس نجد من تحتل المركز الخامس اللي هي لينار، ولكن حصل دخول عليها من قبل مزيونة من اختطفت المركز الخامس لهجن الشحانية، ويضمر مزيونة سلطان بن محمد الوهيبي. هذه نتيجتنا إذن للمراكز الخمسة الأولى في ندائنا الأول، ومنه نتحول لأجد التزام التي التزمت بتقديم أداء ممتاز، وها هي بالفعل ملتزمة بوعودها وتفي بوعودها. المركز الأول التزام لهجن الشحانية بقيادة المضمر المبدع حمد بن علي بن سعيد بن حلفان، من يقود التزام في المركز الأول. الحليانة تليها مباشرة في المركز الثاني لهجن الشحانية، يضمرها أحد شبابنا الممتازين جابر بن سالم بن فاران المري. هذا الشبل من ذاك الأسد، ها هو جابر بن سالم يحذو ويخطو على خطى والده، نتمنى له التوفيق والسداد والنجاح. أما المركز الثالث فتتقدم ومضة تحتل المركز الثالث الآن، وتقترب من الحليانة ومن التزام لهجن الشحانية، بينما من يضمرها هو العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدم أيضا زاهية على المركز الرابع. أتابع المركز الخامس لأجد اسم جديد ينضم في هذه اللحظات اللي هي الكاسبية. الكاسبية بدأت الآن في كسبها للمركز الخامس، وتريد أيضا أن تكون المكاسب أكبر من ذلك المركز، وهذا هو الميدان أمامك هي الكاسبية. غيرت الآن الكاسبية وكسبت مركزا آخر، ألا وهو المركز الرابع لهجن الشحانية بقيادة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. أما المركز الخامس فتتقدم فيه الشاهينية لهجن الشحانية، والمضمر هو أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا في ندائنا الثاني، وما زالت التزام ملتزمة بكل شيء ومنطلقة في المركز الأول في رحاب الصدارة. هناك تحث الخطى دائما إلى العلياء، ها هي الآن في المركز العالي وفي مركز الشموخ وفي مركز التقدم والرفعة. المركز الأول منذ البداية وحتى هذه اللحظات وحتى هذه الأثناء التزام مسيطرة، سيطرة واضحة المعالم ومنفردة عن البقية، كأني بها تقول هذا المكان مكاني وهذا الزمان زماني. التزام إذن لهجن الشحانية، يضمرها مبدع المضمرين حمد بن علي بن حلفان المري، المبدع دائما في كل مشاركاته وفي كل حضوره. بينما المركز الثاني ومضى ومضى هي من تحتل المركز الثاني، ومضى لهجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثالث أجد الكاسبية لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية.
أما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام فأرى زاهية من تحتل المركز الرابع. هذه زاهية إذن في المركز الرابع لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن الخطورة مع الشاهينية، المشاغب سيشاغب مع الشاهينية في المركز الخامس، يتربص بالأسماء اللي أمامه ويدفع بالشاهينية التي تحتل المركز الخامس وملكيتها لهجن الشحانية. هذه النتيجة مرة أخرى، ونقترب مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بل تجاوزنا لوحة الكيلو ونصف الكيلو الأخيرة ليكون الشوط مع التزام من البداية وحتى هذه اللحظات. ما شاء الله يا التزام، اصمدي يا التزام، قطعت المسافة الأطول ولم يتبقى إلا الأقصر، ولكنها مسافة قصيرة ولكنها تسوى الهمساوي، تسوى الهمساوي، لأن أغلب المعارك وأغلب المنافسات ما تكون في تلك المسافة القصيرة، وأعني الكيلومتر الأخير. التزام ما زالت على المقدمة وامضى على المركز الثاني، المركز الثالث زاهية، وفي المركز الرابع مزيونة، وفي المركز الخامس هنا وصلت الذخيرة لهجن الشحانية أيضا مع محمد بن خالد العطية، ولكن القحيدية أيضا تتسلل إلى المركز الخامس لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. هذه النتيجة، وخلاص الكيلومتر الأخير اقتحمنا، و800 متر أخيرة، والتزام ما زالت على المقدمة، التزام على المركز الأول، الله على التزام، التزام بالفعل هي اسم على مسمى، ملتزمة بتقديم الأداء القوي، وها هي تقدمه وتترجم لنا هذه المقولة بهذا الأداء الممتاز. المبدع حمد بن علي بن حلفان يبدع ويطلق لها العنان، الله يا التزام. ولكن المركز الثاني هنا أجد ممضة ومزيونة والتحركات من العملاق، ولكن التزام ما زالت ملتزمة، التزام على المركز الأول مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري، والمركز الثاني هنا ومضة، ومضة تحاول، ولكن التزام ما قصرت، ما قصرت من البداية، وحتى وإن لم تحقق المركز الأول فعداها اللوم لأنها ما طاعت تسليم المركز الأول إلا لشقيقتها في العزبة وإلا لزميلتها اللي هي مزيونة، ولكن بالفعل هي ملتزمة، ملتزمة ومشكور يا المبدع على هذا الأداء. تهانينا لهجن الشحانية ولحمد بن علي بن حلفان. المركز الثاني جاءت فيه مزيونة، لهجن الشحانية المركز الثالث، كان من نصيب الذخيرة لهجن الشحانية المركز الرابع، جاءت تغريد لهجن الشحانية، والمركز الخامس كان مع مزيونة لهجن الشحانية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، شاهدنا كيف كان الالتزام وكيف كان الإصرار وكيف كانت الروح القتالية العالية لدى التزام التي التزمت بتقديم الأداء الراقي، وها هو التزامها يقودها إلى النجاح، قاطعة المسافة 5 كيلومترات في زمن مقدار 8 دقائق 9 ثواني 11 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والمبدع حمد بن علي بن سعيد بن حلفان. المركز الثاني جاءت فيه ومضى، وتوقيت الزمني 8 دقائق 9 ثواني 83 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث فجاءت فيه الذخيرة، وتوقيت الذخيرة 8 دقائق و11 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري. بسم الله الرحمن الرحيم.